FM. الكلمة ليك. ضيفنا كما قلت لكم قبيلة قبل الفاصل الغنائي، ضيفنا هو من الناس من الكبارات أنا أقول متاع الإعلام في تونس، من الناس اللي تربينا عليهم، من الناس اللي صراحة النجم ونتعلموا منهم برشا في ظل ما نراه في المشهد الإعلامي. إن شاء الله أنتو كان نتعلموا عليهم، لأنه نظن أنه الإعلام يبقى دائما رسالة نبيلة، مش بالضرورة أنه نمشيوا لثنيات أخرين باش نجبدوا الانتباه، نجلبوا الانتباه ولا نعملوا نسب المشاهدة ولا غيره. دونك ضيفنا هو إعلامي بامتياز لطفي البحري. مساء الخير. مساء الخير. سافا. لبيت. نشكرك على التقديم هذا والمقدمة. من عارفش إذا كان أنا نحس لي أنا ممكن إعلامي كبير أو ما عنديش الأحساس. ما عندكش كل إنه مازلت عندي في مع روحي اللي أنا مازلت ما عملت شيء، مازلت نتعلم، مازلت مش تواضع راهو هذا. أي. سي با دو لا موديستي مال بلاسي، مي ممكن بحكم العمالقة اللي أنا عشت معاهم شفتهم في وهما في أوج العطاء وفي القمة، ولكن مادام عشت معاهم شفتهم متواضعين ياسر، متواضعين دي موا كي فريكونت جو ديري كي توي. مادام أنت عشت مع الكبارات عشت معاهم الخوف، عشت معاهم اللهفة متاع أنه يتعلم، عشت معاهم طريقتهم في التعامل مع المستمع أو مع المتفرج، عشت معهم الرهبة من كيفش يقدم عمل جديد. التراك معناها ديما جدا عندي. أنا شفت معناها مع حفظ الألقاب طبعا اللي هم يعتبروا بالنسبة لي أنا أو أنا أعتبر من قربت لهم برشا. الكلمة ليك.